الكرة الآسيوية وهذه المباراة القوية على أرضية سيب ستاديوم في العاصمة العمانية مسقط، والتي ستجمع المستضيف تراكتور سازي تبريز الإيراني بالضيف الآلي السعودي في مدينة تبريز في سلطنة عمان لحساب الجولة الافتتاحية من دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا. نتابع لفريق تراكتور عسير يوزع، والعارض جوردي الميدا، وصول لكلاوديمير، التوزيع عسيري مر على طول، التسويب صاروخي رايع الحارس، وإمكانية الهدف الأول، جول عاقيل بالغيث، عاقيل لم يكن بالعقلانية اللازمة لوضع الكرة في الشباك الإيراني. حسين أمام الكرة، حسين يوزع كرة مرتدة بالدفاع، التسويب كان عدم التسرع من الفرقة الأهلوية، أرسلان متهري وتأمين وخطورة، ولولا ترجع الكرة لليسار وكرة الراس، جول كرة جول ضاعت رأسية مهند عسيري، كانت عسيري والتوزيع خب النزعة الهجومية، الكرة بالراس، كرة والتسويب غدارة، تسويب إحسان باليبان، هذا هو إحسان باليبان على الداير يا حبيبي على الداير بجانب الحارس ياسر مهديكياني، التسويب غدارة غدارة مرة ثانية لإحسان باليبان، إحسان باليبان يغير المكان، يا أين هي شربتي يوز للحظة، يعلن الحكم الياباني إيدا جونبي. مشاهدينا الكرام على نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي 0-0 على أرضية ملعب سيب في العاصمة العمانية مسقط. لكم شكرا للزميل أحمد خليل. سيدتي أنستي سادتي، نعود بكم من جديد إلى العاصمة العمانية مسقط لجانب الفريق السعودي. صالح العمري وزع لك الكرة بعيدة، إيراني وإمكانية اختراق، لو منصور الحربي كرة سهلة عند الحارس عبد الفتاح عسيري، والحارس جدة يوم 7 أبريل القادم. المراوغة مرة الأولى والثانية، والحارس ياسر المسلم الحارس المناسب في المكان المناسب، يا ودانيال تسويب بعيد من عقيل بالغول، جول 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 سعودي، متحدي. ما زلت نحكي مشاهدينا الكرام، مهند عسيري يعسر الكرة على الدفاع الإيراني برأسية ثابية.